طول ما أنا مش شايف ربنا أنا مش عارف أتخيله. وحتى لما الكتاب المقدس كلمني عن ربنا والأباء الأنبياء كلمونا عن ربنا لسه الصورة باهتة. في ناس بتتصوروا إله قاسي، في ناس بتتصوروا إله لا يبالي. طيب إحنا هنعرفه كويس إزاي؟ أنا مش هقدر أعرفه كويس بحكم إنسانيتي غير لما أشوفه وأكلمه وأسمعه والمسه، ساعتها أبقى عرفت ربنا صح. فربنا قال خلاص هجيلكم. طالما ده احتياج بشري حقيقي وضرورة لمعرفة الله، خلاص المسيح يتجسد عشان لما حد يسأله يقول له من رآني قد رأى الأب. أنا معكم كل هذا الزمان يا فيلبس ولم تعرفني، يبقى تجسد لنعرفه، نعرف الله. لأننا قبل التجسد معرفتنا بالله معرفة ناقصة، معرفة مشوشة، لأن الصورة مش واضحة. حتى الآباء الأنبياء ما كانتش الصورة عندهم كاملة برضو، اشتهوا أن يروا ما نحن نرى وأن يسمعوا ما نحن نسمع. ليه؟ في العهد الجديد بالتجسد صرنا نسمع ونرى الله. نحن في العهد الجديد نشهد ونقول قد رأينا الله، قد سمعنا الله. ليه؟ لأن الله صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. فهنا بدون تجسد يبقى لسه إله مجهول. حتى لو الكتب اتكلمت عنده هبقى بقول له نفسي أشوفك، افتح عينيا. صحيح بشوفك في الطبيعة في صنعة يديك، بشوفك في كلامك، بس أنا عاوز أشوفك وجها لوجه. من هنا كانت الضرورة.